مشوار جديد بيخدنا على ضيعة كتير مشهورة كلكم بتعرفوها، بس أنا اليوم رح فرجيكم إياها بمنظار تاني على الآخر. ماني طالع جيب سيارتي، بس طالع فرجيكم شعب بعقد، ضحكة حلوة، أكل وناس كتير متجفين. نحن اليوم ببريتال، مشوار بريتال ببلش. أعلني خرني الكرام على مصر بريتال، إلي 7 سنين هون، الحمد لله ماشي الحال، ومشهورين لقمتنا الطيبة وعجيمتنا الطيبة، وأكثر شيء كعكة الجبنة كمان مشهور بالكعكة، كعكة حتى سمسم حبة بركة ولا مفتاحه حتى قلبة جبنة. إيه بس هلأ هيدا بفوت على الفرن بتنفو، نرجع بالقصة بنحشيها جبنة ونرجع بنحطها بالفرن. طيب عم تتبع إنه بنعيش كلهم بالطول شوي؟ إيه أنا بكت مشروحة شوي مشروحة. إيه اي واحد يكون مخلص لشغله، مش انه والله يجيب هلا في واحد يجيب طاعة او يجيب شغلات مثلا لحمه، بس بده يكون متقين للمصلحه ويحط مصلحته. هاي بتخلي الواحد انه يعمل لقمه طيبه ويعمل من قلبه، يشتغل من قلبه، مش انه يشتغل والله انا بدي بايع، بدي بس انه بايع شو من كان، لا بدي بايع بدي ربي زبونات والعالم يكون معجبه هالشيء عم يشتغل. صورتني كيف لك؟ خلص تمام. كعكة عظيمة فيها سمسم، في حبة البركة كتير رقيقة ما بتعلق ابدا، قرشتها عظيمة، الجبنة بقلبها محلية، قرصة حار، شوية زيتون، كتير بحب الزعتر ساعة بتكون رقيقة، بس رقيقة مش محمصة، كتير طرية، زعتراتها مظبوطين، معمولة مثل المشروحة. خمرة مظبوط، عظيمة، بين زحلة وبين بعلبك، وقف على الطريق سنة ولا منقوشة نعم تستاهل. نحن فاتحين المحل صرنا حوالي سنة تقريبا. نحن اللي بهمنا من الموضوع كله انه نعطي للزبون نوعية مرتبة والجودة. الريحة البعلبكية نحن مشتغلها عقصولة، العجينة عقصولة، تتبيل اللحمة عقصولة. بس في حق اي نوع لحمة بيستعملوا؟ هلا اكثر شيء فيك تستعملها مضاد، فيك تستعملها زورة، فيك متفخر. اللي هون اطرى شيء. هي لهون كسلت رز الشوك. مش مين عن غنم؟ ما في مشكلة، في غنم في بحر. هاي أول مرة بشوف حدا بحط فليفة. هيدي أحلى تتبيلة بنحطها لحم. أنتوا بتحطوا فليفة بندورة حار، بندورة وبصل. 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 والبهارات السرية على زوج. العجينة عجينة طبيعية، بتجي نوع من بتجي موية شوي، بتحمل نار لحتى تستوي هي واللحمة سوا. طرية كتير، منا تقيلة أبدا، ما فيها فات أبدا، ما بينزاد لغلية الغنم، فعم تاكلوا لحمة 100%، عجينة طرية، قرش صغيرة من برا، يعني واحد بيأكل دزين وما بحس. بقول للأولاد لبكرة. إيه صح. أرسي. حبيب القلب. Thank you.
بريتال هي جزء من لبنان مثل اي ضيعه، من لا خارجة عن قانون ولا خارجة عن دولة، هي بالعكس انت جيت وشفت ضيعة مثل اي ضيعة، ناس محبة، ناس بتحب الحياة، فيها الاكل الطيب اللي هذا نحن هدفنا نضوع عليه، لانه انت كمان اختصاصك طلعت بسيارتي وبرجع فيها اكيد، وبترجع ومحمل كمان معك اغراض وصفيحة والبدك اياه. كنا عم نقول انه مرات تفيحة منزوعة بتأثر على الصحارة كلها سوا، بس هي ضيعة لهلا مش عم ماني شايف اكرم من هيك، يعني انت وبعلبك واو يعني. هي جزء عم بقول لك من مثل اي ضيعة، بس صارت اعلاميا اخذت هذا الطابع والكذا وستيريوتايب على ما بيقولوا. بعرف انه هي هون كانت بريتال، بريتاو اللي كان اسمها قبل التورات كان اسمها خون، نازي خون، ولحدنا طيبات مذكورة، إلها تاريخ كتير حلو عريق. هلا الناس اللي اجوا بعدين على هالبلد من غير ثقافة الأوائل اللي قعدوا فيها، وتعرف الأرض دائما الناس بيجي غير ناس وغير ناس، ناس على أثر ناس، بس تاريخها كتير حلو وفيها ناس كتير طيبين، وناسنا إذا ما في إدارة بيصير الشيطان بيلعب. واحد بيعمل عمل مشين او عمل مخطئ او في خطا وما حدا ردعه بيصير هيدي مدرسه انه فلان عمل هيك وبصير يلحقوه. الكشك اللي بنعمله عندنا متميز عن كل الكشك اللي بنعمل بكل المناطق. الكشك اللي عندنا هو عباره عن روح القمح، روح الحليب ولباب القمح، كمان هيدي من بدء التاريخ التاريخي. أكلات اللي عندنا مثلا بالعالم بلبنان في مجدرة وفي مدردرة، عندنا في برغل على عدس مش موجود إلا عندنا، برغل على عدس. عندنا المحليات بسموها درابيل، عبارة عن طحين مع دبس كانوا يقلوهون وشارك شارك كتير طيب. في عندنا كتير أكلات متميزة عن باقي مناطق لبنان بس بتختص فيها، بسميها هيدا المنطقة الشرقي بريتال حرتا على خضر طيبة، هودي القرى اللي هون أكلاتنا بعد نحن اللي بناكلهم بعدنا بنكلهم من 3000 سنة من وقت الآراميين كانوا موجودين، بعدنا إحنا محافظين على هؤلاء الأكلات. في عزيمة بيناتنا سبق تعزمنا على هؤلاء الأكلات. أكيد ليش لا؟ كن خبرنا عن الساندويش اللي عندكن. الساندويش في ساندويش لغة أجنبية ساندويش. بلبنان كنت فاجأ حدا بسميها كدوشي، حدا بسميها عروس، حدا بسميها لفلوفة. عنا بنقول له قاضي. قاضي. شو قاضي يعني؟ فكرت إنه القضاء على الجوع، القضاء على القاضي. تبين بالتاريخ انه القاضي بالزمان القاضي الذي يحكم لا يحكم لا عن بطنه يعني شبعان ولا عن جوع، فكان يلف له لفافة تقال لها لقمة القاضي. فبعد عنا كل شغلة عنا ساندويش نقول له قاضي. عن جد بتخيل مثلا هيدا نمشي فيه بالضياع نحط له نوغارليك نوانيونز ورا يلا مشوار بريتيل بكفي. مش معقول شو كبير الضيعة، يعني أنا كنت أفكر ساعة كانوا يقولوا بريتيل كنت أفكر هيك ضيعة زغطورة هيك مخبية بين جبال، بس بنوقف من هون بنشوف سلسلة لبنان الشرقية يعني وراها في سوريا بعد الضيعة مكفية، بنطلع من هون بنشوف كل الضيعة بعد مكفية من هون يعني من أعلى تلة على الأوتوستراد. بعد ما لقيت حدا يقول لي كم بيت كم عائلة أو قديش كبرى، بس شو شايف أكبر من بعلبك يمكن مدينة يعني تقريبا هي بحجم مدينة بعلبك المدينة الأساسية. بتكفي من ورا 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 حتى بتشوفوا تاني ميل جبال لبنان يعني عم نحكي صنين و عز هون الأرز كتير كبير الضيعة. بتوصلوا على بريتيل بتطلعوا على أعلى نقطة محل ما في جيش تل النبي صالح. تل النبي صالح كافيه اسماعيل وبتشربوا قهوة غير شكل إكسبرس غير شكل على راسي يا ميت وردي ميت أهلا وسهلا ما في منك على راسي على راسي بيتنا عمل قهوة. وصلنا على معمل ألبين وأجبين بدلت على الطريق لقيت موديل أجدد. أنا محمس دوق كتير بحب اللبن الطازة كيف بيكون قاسي شوي مثل اللبنة عكس اللبن عنا إياه ببيروت اللي بيكون مي وشوية حليب، هون العكس هون حليب وما فيه مي.
بعد بيقسى اكثر من هيك. ايه لانه جديد، كل ما سقع كل ما عطى طلع وقفته بس جمالي اكثر. طعمه الحليب الطازه 100%. يا ريت في منه بيروت بس ما في منه بيروت، بيحرز مشوار لهون. بتفتشوا بكل المحلات على الماركه اللي هي ابو عرب. روعه. الحموضه اللي بتزقزق لسان بالاخر. رائعه 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 رائعه. يعني عن جد مش بوجهك ومش بالكاميرا، بهنيك على كل شيء اكلته اليوم. روعه روعه روعه. صحتين 10 10 صحتين. اخذ هاي للطريق لانه مش عم بقدر اوقف. بعد بخبركم عن بيتزا بيجوا من بعلبك او من زحلة تاكلوها، يعني لازم تكون شيء مهم. مرحبا. اهلا اهلا. اهلا سيد انتوني، وشرفت اكيد. ومعك حسين صالح، خبرة بيتزا 20 سنة بامريكا سيسيليون. عم نحكي عن 30 سنة خبرة، عن 30 سنة خبرة بأمريكا تطلع عجينة هالقد هادية ما بتش أبداً، منا مثل هول البيتزا اللي بقلبهم مي على الآخر، وعلى الأطراف بتقرش مثل البسكوي، فيها هوا من جوا مرتاحة ماكسيمم. هيدي البيتزا اللي شايفينها مع نوعين جبنة مع شقفتين لحمة بندورة وخس بس ب 10,000 ليرة، بتشبع ماكسيمم حتى لشخصين. سمعتوا ملا قرشي؟ بيتزا غير شكل، وسعد بيقولوا بيجوا من زحلة أو من بعلبك تيدقوها، يعني أنا محلكم بيجوا من بيروت. اليوم كتير ببريتال ورحنا على مطاعم وشفنا، بس انا الهدف الاساسي بدي اجيبك لعندي على البيت، بدي ذوقك الاكلات يلي ما بتلاقيها غير عنا بالضيعه التقليديه اللي عمرها 100 سنه. انا ما بدي اقول لك الا ميرسي، ميرسي على الاستقبال، ميرسي على المحبه، وكثير محمس ان اتعرف على الاهل وانه ندوق الاكلات غير شكل. يلا تفضل. اهلا وسهلا فيك. ابنك ما في منه. اهلا وسهلا، شرفتوا. يا اهلا وسهلا ببيتكم هون. ميرسي. يعني بريتين بتعدوها ضيعتكم وبيتكم، يا هلا فيك. ميرسي كثير. يا اهلا وسهلا، شرفوا شرفوا شرفوا. هيدي شغلنا نحن مشهورين فيها. كبه بامبريس. الكبه فيها لحمه بقلبها. فيها لحمه بقلبها وهي كشك شغلنا نحن الكشك. لازم كبه بامبريس يعني اللبنه. الامبريس اللي بالجره، ما بعرف سمعان فيها أكيد. الامبريس اوكي. البرغة العبندورة. عظيم. كمان هيدي شغلنا. الكشك مع الخضرة. كشك مع الخضرة. مع كل الخضرة. هاي جديد عليك. هاي جديد. وهاي اسمها كرمشتة، هاي شيء مهم. كرمشتة، بعرف حياة عمرك مش سمعها بكرمشتة. أبداً. هيدي مع اللفت، كشك ولفت. كمان كشك. كشك ولفت، إيه كله بتشك. وبالآخر مربتين. مربتين شغل مبارك. إيدنا، هودي هن. وهيدا هيدا اللي بنحب نكثركم أكثر، هيدا أمبريس الجرة. هيدا الأمبريس، يعني هي لبنة بس قاسية كثير، بتنعمل بالجرة بتضاين قديش؟ بتضاين سنة بكاملها سنتين. هيدي. أنت قول لي قديش وأنا. بس بس بس، هيدي الكبة. لأنه بدك تحبها. اوكي. شو بدك تعطيني رايك؟ كثير طيبه. ايه صح والله. كبه فاضيه من جوا، كثير سميكه. ايه ما فينا نحط لها حشو. الكشك من برا مع حمص. حمص مفقوش، احنا بدنا هون بس الاول. رائعه، 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 رائعه.
ستنا واو صراحه حطيت لي اثنين شرقتي حط لك واحده ثالثه هناك رح تحبها لا رح تحبها هيك مزبوط هلا بكتبها كمان هاي بتموت هلا غير انه كبتك روعه عن جد صح قرشتها من برا طريه برغلها خفيف ميرسي كلك هاش هادي عين شعبالي هذا هلا بصدق حالي بفكر حالي انا بالعكس شغله وحده بتعمل اكل طيب هي النفس صح والمحبه والضحكه على وجهك خلص انه يعني لما عرفنا لمين بدنا نقدمه من قلبنا بنعمله ما في مني في اكلاتك رجعوني على ايام سته كانت تطبخ مش معقول فيهم نفس بشكل رائع فيهم كرم فيهم محبه يعني اهلا وسهلا ستنا ما في منك برغل مع بندوره ساعه البرغل بيكون شربين مي مزبوط نافخ مزبوط مستوي مزبوط بتحطوهم بقلب التم بيدوبوا مثل الزبده ما نكون عايزين ابدا تعلكون وبالاخر البهار نكزة حار بيحرق زلعيم شوي واو بريتين ضيعة عادية مثل أي ضيعة بلبنان مسالمة لبنانية عربية أصيلة فيها كل العادات اللي عند اللبنانية من كل الطوائف وأهلا وسهلا فيكم هلأ لبعيد بيقول بريتين أوه بريتين مدرج إنه هاي بريتين أنتوا فتوا على بريتين أنا بشهد إنه ما كنت منتظر أبدا كنت أفكر ضيعة صغيرة هيك مخبية ورا الجبل وبتخوف فيل الكرم ماني شايف قبل اكثر من يا اهلا وسهلا استقبال في مطاعم في ساحه سوبر ماركت ويمكن من اكبر ضيعه لبنان اكتفاء الذاتي عندها بريتين 40,000 نسمه 20 ساكنين هلا حاليا ببريتين و20 بضواحي بيروت وضواحي بعلبك هون ما في منكم اهلا وسهلا فيكم كشكو لفت بس نجبنهم بالذات الكشك ايه نبرش اللفت ونحطهم عليهم وخلص يعني واحد لازم يحب الكشك مزبوط وهي ترويقة أكتر من غدا يعني هاي ترويقة؟ هاي مقبلات يعني كان واحد عم بيأكل مقبلات مثلا حطيت فول وحمص هاي بتحط هاي دماغ يعني قوية 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 حبيتها؟ كتير